فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المؤذن جنبا فهل يجوز له أن يدخل المسجد ليؤذن؟ نعم يدخل المسجد لأنه ما هو بجالس، المحرم الجلوس في المسجد، أما أنه يمر لحاجة ويخرج لا بأس، والأذان ما فيه جلوس. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.